وعودة على بدء إلنا فترة بنسمع من إخواننا في طقس العرب ومواقع أخبار وخلافه عن ثلج. هاي السنة ستشهد ثلوج وثلوج ملحوظة وغزيرة أحيانا. طبعا لما كان معنا أسامة الطريفي مدير العمليات في موقع طقس العرب قلت له يا أسامة إيش بنيتوا أنتوا توقعاتكم؟ قال لي إحنا بنينا توقعاتنا بيانيا. بيانيا شو يعني؟ يعني رجعنا لمئة سنة لورا وشفنا الظروف المشابهة لهاي السنة، فبناء على العلم البياني والله أعلم في ثلج وبجوز عواصف ثلجية راح يكون. بالأمس موقع رؤية الإخباري بنزل خبر مفاده هل يشهد الأردن سبع ثلجات كما حدث عام 1992، وخبير فلكي يجيب. طبعا الخبير الفلكي اللي هم حكين عنه إخواننا في رؤية اللي هو الأستاذ عماد مجاهد اللي عنده رأي في هذا الموضوع. إذن الخبير الفلكي الأستاذ عماد مجاهد ينضم إلينا مشكورا. أستاذ عماد صباح الخير. صباح الورد يا هلا بيك. من زمان على صوت يا أستاذ عماد، شو أخبارك؟ أنا والله مشتاقون. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. شو قصة السبع ثلجات يا سيدي؟ سيدي هي يعني يختلف عن طرق التنبؤات الجوية الاعتيادية من خلال تحليل إحصائي للنشرات الجوية بالسنوات الماضية. هو نختلف الآن حقيقة كما نعلم بسنة 1992 أثناء حرب الخليج حدثت أن ثلجات سبعة، يعني عرفت الثلجات السبعة في الأردن، مش في الأردن، في الأردن الشرق الأوسط كله، كانت ثلجات مميزة جدا، صح، عميقة جدا، برودة شديدة، واستمرت فترة طويلة يعني في هذه الفترة، صح. طبعا احنا بهذه الفترة شو كان السبب الثلجات السبعة؟ كان في بركان بونوتوبا في الفلبين، صار هذيك اللي قبل سنة، صار بالواحد وتسعين. فايش عمل هذا البركان صديقي؟ لما بيطلق كمية ضخمة من الرماد البركاني اللي هو عبارة عن غازات سامة ومعلقات جسيمات صغيرة جدا مجهرية، هذه سيدي لما تطلع بالفضاء بتعمل تغيير في الضغط الجوي وبتعمل تبريد في الحرارة في المناطق البعيدة عن مكان البركان. فإحنا بال92 تأثرنا بركان بونوتوبا الفلبيني، وأيضا يعني حدث عندنا اختلاف مفاجئ في الضغط الجوي، فعندنا فصارت عندنا أمطار غزيرة وثلوج غزيرة جدا. تمام. الآن يوم الأحد الماضي قبل أيام قليلة صار بركان جديد في أندونيسيا ليوبولو، وهذا البركان أطلق يعني كميات ضخمة جدا من الرماد البركاني، وهذا البركان على الأغلب يصل إلى مناطق شاسعة بالكرة الأرضية، وبالتالي راح يأثر على الضغط الجوي، ومن ثم تصير عندنا منخفضات مفاجئة غير اعتيادية وكذلك مرتفعات غير اعتيادية. هذا بمفهوم الطقس، إنه ممكن منطقتنا العربية تتكرر التأثير عليها زي ما صار ب92، وبالتالي احتمال إنه يصير عندنا ثلوج يعني أو خلينا نقول طقس متطرف، لأنه حالات نادرة هاي بتصير مش دائما. طيب أنت بتحكي أستاذ عماد احتمال ولا هذا العلم يعني إنه هذا يقينا راح يصير زي ما صار ب92؟ لا ما في شيء يقيني. لا يقينا بناء على معطيات علمية قصدي أنا، والله أعلم طبعا دائما. هي موضوعات علمية وتم تجربة سابقا، يعني حدثت بالسابق، مش انه والله اول مرة بتصير بالتاريخ، لا، كثير من البراكين اللي كانت تثور بالعقود الماضية كان ينتج عنها اضطراب في الطقس، ومناطق تصير فيها حر شديد، ومناطق تصير فيها برد شديد وثلوج الى اخره. فهذه يعني تم تسجيلها بالسابق، ليس فقط بركان بونوتوبا في الفلبين اللي صار عندنا ب92، لا حقيقة تكرر أكثر من مرة براكين. يعني قبل سنوات 2011 صار بركان في أيسلندا، كلنا بنعرفه يومها عطل حركة الطيران. صار في أوروبا ثلوج غير مسبوقة، طبعا أوروبا بصير فيها ثلوج، ولكن عفوا كانت نسبة الثلوج مميزة جدا، كانت شديدة وقاسية، وأنا كنت أتابع أصدقائي في أوروبا خبراء الطقس والمناخ وصارت يعني مألوفة عندنا. فيبدو من الواضح من خلال تجارب ودراسات سابقة إنه هناك علاقة يعني بين البراكين وبين الطقس المتطرف. طيب والله أعلم، يعني الله يسمعنا الأخبار الطيبة إن شاء الله. الله كريم. أستاذ عماد مجاهد الخبير الفلكي أنا بشكرك وكل الاحترام والتقدير، ونهارك سعيد يا سيدي. شكرا شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا. مع الحدث مع طارق حامد على مزاج أحلى إذاعة.